طيب احنا ان شاء الله في المحاضره بتاعتنا النهارده لو قلت لك نتكلم على الفيزيكال ميجر هنخلص يعني في بدايه المحاضره كده هنتكلم شويه في جهه النظر كده ايه اللي بيحصل في الميجر اللي احنا هنتعامل في الميجر عموما لما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن للميجرمنت ديفايس هما نوعين يا اما نوع انالوج ديفايس يا اما نوع ديجيتال ديفايس ديجيتال يعني هو الاسم اللي هو الاجهزه الرقميه يعني حضرتك لما تيجي تقيس الجهد او التيار هو بيطلع لك جهد او التيار بالارقام يقول لك 1 بوينت 1 1 1 مثلا خلاص فبيطلع لك ايه؟ ديجيتال عشان كده بنسميه ديجيتال ديفايس اما الانالوج ديفايس فهو مؤشر خلاص فانت حضرتك بتعمل ايه؟ بتشوف المؤشر واقف لغايه فين وتجيب القراءه بتاعته فاحنا كده عندنا في نوعين من الديفايس يا اما بيدي لك قيمه ديجيتال وده بيبقى اسهل بالنسبه لك لما تطلع لك الرقم قدامك لكن الانالوج لا في مشكله انت حضرتك محتاج انك تتابع المؤشر واقف لغايه فين وتبدا تاخد منه القراءه سواء الانالوج او الديجيتال ديفايسز بنقسمهم الى نوعين يا اما الكونفشنال ديفايسز اللي هي الاجهزه التقليديه زي ايه؟ زي اللي حضرتكم بتقولوا النهارده في بدايه المحاضره زي الفولتميتر زي الاميتر زي الوميتر كل الاجهزه بتقيس بطريقه تقليديه التقليديه انت شويه مقاومات المقاومات دي تقدر ان انت تطلع منها السيجنال بتاعت الايه؟ بتاعت الحاجه اللي انت هتعملها ميجر او ان هو يكون الكترونيك ديفايس وده اللي احنا بنهتم بيه شويه وهو الالكترونيك ديفايس الالكترونيك ديفايس درست طبعا ماده الالكترونكس صح؟ خدت فيها حاجات زي الترانزستورز زي الدايود زي الجي بي تي الحاجات دي كلها انواع الالكترونيك ديفايسز خلاص هي قائمه على الحاجات دي الترانزستورز ومستقبلات جهاز مصنع من الحاجات دي بيديني سنسيتيفيتي احسن يعني حساسيه او دقه في القراءه فعشان كده الاجهزه الحديثه من الميجر هي كلها قائمه على الالكترونيك ديفايس فده ان شاء الله هيكون السكوب بتاعنا او الاهتمام بتاعنا اكتر كويس؟ طيب عموما ادي ميجر من الكوانتيتي كلمه كوانتيتي برضه عشان احنا نجيب الالفاظ نتعلمها في المنهج يعني بيقول لك كوانتيتي دي الكميه اللي انت محتاج قيسها خلاص محتاج قيس ايه؟ قيس جهد قيس تيار خلاص قيس باور دي اسمها كوانتيتي الميجر كوانتيتي ايه اللي بيحصل؟ اول ما بتستخدم حضرتك الجهاز ويبدا ان هو يقيس يبدا يمشي جواه كارت خلاص بنسميه الديفليكشن او الكرنت سيجنال. الكرنت سيجنال ده لما يمشي جوه الديفايس او حاجه بنتكلم دلوقتي ان جنرال بنتكلم على الكونفشنال او الكترونيك ديفايس. في لما حضرتك تبدا تحط قياس احنا ممكن نعمل كده دايره بسيطه. انا عندي سورس وعندي في مقاومه اسمها ار. دكتور هي دي مش حبان. دي مش حبان ممكن نور ريموت بقى ماشي وعندي في مقاومه انا بشتغل كتير على جوه في مقاومه عند الناس بنعمل ايه حضرتك؟ حضرتك بتجيب الديفايس اللي هو اسمه الفولتميتر في موقفين مثلا بتعمل ايه؟ بتروح توصل الاطراف على المكان اللي انت عايز تعمل عليه ميجرمنت خلاص وفي الاخر هنا يطلع لك ايه؟ يطلع لك القراءة تمام؟ فأنا إيه اللي حصل؟ إن لما حضرتك حطيت الكونكشن دي في الدايرة بتاعتك مشي إيه؟ مشي في الدايرة دي كارت جوه مين؟ جوه الفوتوميتر الكارت ده اللي اسمه سيجنال كارت أو اللي إحنا هنديه بقى اسم اللي مسؤول عن إن المؤشر بتاعي يتحرك يبقى أنا بكل بساطة أي سيجنال أو أي وانتر محتاج إن أنا أعملها بغيرها ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبدا تمشي تيار جوه الديفايس اللي انا بقيس بيه عشان يعمل لي الديفليكشن خلاص؟ فده كده يعتبر الاساس بتاعي. فالاجهزه دي بتتكون او جواها جوه الجهاز من جوه هنا حاجه اسمها البي ام ام سي اسمه بيرمنت ماجنت موفينج كويل خلاص؟ ده ايه اللي بيحصل فيه؟ في من الايام زمان في الثانويه كنا بنقول ايه؟ ان انت عشان يبقى في فورس في حركه محتاج يكون في ماجنتيك فيلد محتاج يكون في كارنت فلو كان في ماجنتيك فيلد كارنت يبدا يعمل ايه؟ يعمل فورس فكل اللي احنا بنعمله الترمال هو الجهاز ده من جوه كده دي عباره عن مغناطيس نورث وساوث ده ماجنت نسميه ترمال ماجنت في كويل
طيار ونركز على كل ده البوتنشال المؤشر اللي هو بيتحرك على مين؟ على السبيد يعني. الطيار اللي هيمشي هو ده كرنت بول هو اللي جاي منين؟ من هنا. احنا كده بنربط الدنيا ببعضها. انا الحاجه اللي عايز اسميها الفوق اللي هنا خلاص؟ لما انا حطيت الجهاز هنا ماشي ايه؟ طيار اه. هو فين الطيار اي؟ هو الطيار اللي ماشي جوه الكويل خلاص؟ فالكويل ده سميناه بيرن ماجنت موفينج كويل خلاص؟ الكرنت ده مع الفورس ده سوري مع الماجنتيك فيلد ده خلى المؤشر ده مال؟ اتحرك شمال ويمين. فمعنى كده ان الفورس هي بروبوشنال لمين؟ لقيمة الطيار. كل ما الطيار بتاعي بيتطور كل ما الفورس كان ايه؟ كان اعلى. معناه كده ان هو هيوصل لغايه فين؟ لغايه المؤشر. فلو ده نقطه ميتر بيقيس فولت من صفر مثلا لحد 100 فولت فكل مكان بدأ الجهد اللي هي كبير كل ما كان الطيار ده مال؟ اكبر. كل ما كانت الفورس اكبر كل ما كان المؤشر مال؟ اتحرك الناحيه الاخرى. خلاص؟ فده كده الاي الفكره الرئيسيه الميجرمنت ديفايسز هي حاجه بشكل كامل. ده الكوانتي الار او فرق الجهد هنا اللي انا عايز اقيسه دلتا بي دي اسمها ايه؟ الميجرمنت كوانتي الكميه اللي انا عايز اقيسها. بشتري ايه؟ طيار فين؟ جوه الديفايس اللي هو اسمه بي ام ال سي بيرمنت ماجنت موفينج كويل. ده عمل لي فورس، الفورس ده حرك المؤشر الدبث الاخر مين؟ الدرايفر. انا قست الفوق ده فعلا بس عن طريق مين؟ الديفايس واضحه القصه دي؟ ده بقى الحدوته بتاعت النهارده اللي احنا هنتكلم فيها كده بالايه؟ بنلخصها سريعا. انا ده بقى بتكلم عنها تفصيل الريليشنز العلاقات ما بين الحاجه اللي بقيسها والطيارات والزوايا والحاجات دي كلها. ده اللي احنا ايه؟ اللي احنا هنشتغل خلاص. في حد عنده مشكله مثلا؟ الديجيتال دكتور بيطلع خلاص. الديجيتال بقى بيجي في الاخر خالص يونت جوه الديفايس ده كده حاجه اسمها اي بي سي على الديجيتال كونفرتر يبدا يحوله للتكنولوجي صح؟ التكنولوجي ديزاين. التكنولوجي ديزاين اللي هو الباك اند بس خلاص تحول السيجنال الالكتريكال سيجنال اللي هي الفولت والكرنت اللي هنا تحوله لايه؟ لارقام خلاص 0 1 1 0 0 ده هو بالنسبه له بيترجمها ليه؟ لشاشه كده بتقسمها ايه؟ بيتس خلاص كل بيت دي بتطلع جرافيك خلاص ده اللي انت هتاخده في الكورس بتاع مش ازاي بس حاجه اسمها الكفر خلاص التعديلات تمام. طيب ده اوفر اول بالنسبه لايه؟ للجزء اللي احنا هنتكلم عنه. محتاجين بقى عشان نفهم الميجرمنت والكيرز في الميجرمنت محتاجين نفهم بعض الديفينيشنز خلاص. ايه الديفينيشنز اللي عندي؟ اول حاجه في ديفينيشن اسمه الديفليكشن كارت. مين الديفليكشن كارت؟ هذا غير جميل خلاص اللي مش فين جوه كله يبقى اسمه اللي احنا هنستخدمه بقى دايما اسمه ايه؟ ديفليكشن كارت. ده الطيار خلاص اللي هيمشي جوه البيرمنت ماجنت موفينج كويل عشان يعمل ايه؟ عشان يحرك البوينتر بتاعه عشان يحرك المؤشر خلاص. يبقى الطيار ده هو بروبورشنال لمين؟ هو ده الفورس خلاص. فبنسميه ايه؟ ديفليكشن كارت. طيب لازم اعرف برضه حاجه اسمها الفول سكيل كارت. ايه الفول سكيل كارت؟ كلمه فول سكيل يعني نهايه المؤشر. مش انا لسه اتفق معاك ان انا بقيس من كام لكام؟ صفر ل 100 خلاص. معنى ان المؤشر بتاعي ده وصل لنهايه السكيل يعني كان في طيار ادالة فورس خلاه يتحرك فين؟ النهايه. فالطيار اللي خلاه يتحرك هنا اسمه ايه؟ الاي فول سكيل خلاص. يبقى الفول سكيل كارت هو اللي خلى يبقى في فورس. الفول سكيل كارت هو اللي خلى يبقى في فورس. الفورس اللي تروح فين؟ لنهايه المؤشر. فعشان كده احنا بنلاقي ايه؟ فول سكيل كارت. طيب ايه بقى الفول سكيل ديفليكشن؟ احنا المؤشر بتاعنا لو انا في البدايه خالص مفيش اي سيجنال قاسها فاتح الدايره المفروض ان المؤشر واقف فين؟ هبص ازاي؟
الزاويه من المقضي لغايه فين؟ لغايه المين. في مؤشرات او في عدادات بيبقى المؤشر بتاعها ده الصفر مثلا يعني، وده كام؟ ده ال 100 فولت. فايه اللي بيحصل؟ يبقى الانجل دي كلها عشان توصل للفول ديفليكشن كام؟ الثيتا فول سكيل كام؟ 180 درجه. خلاص؟ ده مؤشر كده. في مؤشر تاني ولا جايب القيمه بتاعته من النص؟
هنا بقى هنختلف على التو ديفينيشنز خلاص. اللي هو انا قلت لك في حاجه اسمها باور ميد سكيل، في حاجه اسمها سيتا او ديفليكشن ميد سكيل، وفي حاجه اللي هو الكوانتيتي هنسميها معلش اكس، لان احنا بنسكيل حاجه فوق مثلا المثال بتاعنا اللي انا شغال عليه فوق اكس ميد سكيل. الكارت والسيتا دول معناهم ان المؤشر بتاعي فين؟ في النص. والله ده قال 25 قال 50 قال 100 مش دعوه، بس هو حرك المؤشر بتاعي اداله تغيرات اللي هيتحرك لغايه فين؟ في النص. بس هو قايس كوانتيتي شكلها ازاي؟ هو ده اللي يختلف. لو لينير سكيل الاقي بالمناسبه هو كام؟ هو نص نص ال 100 كام؟ 50. لكن لو نط لينير سكيل مش هيبقى نص، يبقى قيمه لما اكبر لما اصغر حسب الريليشن ما بين كوانتيتي ومين؟ السيتا او خلاص. لان احنا هنا الموضوع كان ماشي ستيبل خلاص، فروسكيل يعني فروسكيل، فيلم ديفليكشن يعني فروسكيل. لكن لما اظهر ظهر عندي في حاجه اسمها اللينير نون لينير سكيل، العمليه كانت مختلفه. ان المقصود هنا ان الميد سكيل كقيمه مش هي عن السيتا ديفليكشن خلاص. فهنا الميد سكيل كرم الميد سكيل ديفليكشن يعني مؤشر فين يا شباب؟ في النص. بس مش شرط ان يكون القيمه اللي في النص هي كام؟ هي نص خلاص؟ وصلت المعلومه دي؟ ده اللي احنا كنا نبدا نتكلم عنه اللي هو اللينير والنونلينير خلاص؟ اللينير سكيل زي ما قلت لك اللي هو السلم الاساسي، النونلينير لا في ريليشن تربط ده بده. يعني السيتا مثلا مثال بروبوشنال مع اكس سكوير خلاص، او بروبوشنال مع روت اكس، بروبوشنال مع لين اكس، يعني ده يبقى لوج سكيل خلاص. طيب انا بالتالي لما اجي اتكلم على القيمه مش هتكون النص بالظبط، هتكون قيمه ايه؟ قيمه مختلفه خلاص. انا لازم ابقى فاهم هو انا شغال لينير ولا نون لينير. ولما يقول لي ميدل سكيل ديفليكشن فمعناه ان المؤشر فين؟ في النص. يعني المهني بتاعته هنا مثلا كام؟ 90 درجه خلاص؟ انا عندي 90 درجه، ايه علاقه الكرنت سوري ايه علاقه الحاجه اللي لسه كام؟ اروح على الريليشن الطريقه دي واجيب مين؟ واجيب كروت اكس. فده نشوف ان شاء الله مع بعض النهارده مساله على حاجه بالشكل ده. بس احنا نفهم الاول كونسيبت يعني ايه لينير يعني ايه نظري. دي بقى الحاجات اللي انا بقولها، ان احنا لازم نفهم ان الفول سكيل كارنت هو ضعف الهاف سكيل كارنت. ده ماليش دعوه، بيمشي هنا تغيرات. الفول سكيل يعني مثلا فور اكزامبل مثلا 10 مللي امبير. فلما اقول لك مشي هاف سكيل كارنت يعني كام؟ 5 مللي امبير خلاص؟ يبقى دايما في المساله سواء دليل او نان دليل الكارنت ماله؟ بتاع الديفليكشن. لما يقول لك هاف سكيل يعني نص القيمه في الفول سكيل، الفول سكيل عندك 100 يبقى نصه كام؟ 50 خلاص؟ طيب نفس الكلام فين؟ ان لو عندي المؤشر كله 100 درجه، فلما اقول ان نص السكيل بتاعي او نص الديفليكشن سوري نص الانجل، انا بتكلم على زاويه كام؟ 50 درجه نص ال 100 خلاص؟ سواء السكيل بتاعي ايه؟ لينير او نون لينير. طيب يجي لي بقى تالت حاجه احنا بنتكلم فيه الكوانتيتي اللي انا بقيسها الاكس، هل معناها ان لو الفول سكيل اكس مثلا ب 500 فمعناها ان الميدل سكيل اكس ب 250؟ لا، ده ديبند على مين بقى؟ ديبند على الديفليكشن بتاعي، ديبند على السكيل بتاعي اللي هو فول لينير سكيل او نون لينير سكيل. يبقى لو هو لينير سكيل طبيعي ان هلاقي الفول سكيل هو عباره عن ضعف مين؟ ضعف سكيل زي ما شفنا هنا في المثال. ان الفول سكيل كان 100 هتيجي في السكيل بتاع الريفر فنص كام؟ 50. لكن لو نام لينير لا عمر ما ده هيساوي كام؟ هيساوي ضعف. خلاص؟ احنا كده دلوقتي فهمنا القواعد الاساسيه. خلاص؟ علاقه الفول سكيل كارد بالسكيل كارد، علاقه الفول سكيل
ديفينشن سبيد ديفينشن علاقه الكوانتيتي ده رئيسها خلاص بمين في الكوانتيتي فور سكيل كويس خلاص في حد مش فاهم الديفينشنز دي ده كده هو الشيء الاول كله على ثلاث حاجات دول الفول سكيل كارنت او السكيل كارنت والديفليكشن والكوانتيتي ثلاث حاجات تجيب علاقه اول ثلاثه وتقعد تعمل شيء محدد ده كده الشيء رقم واحد اتفضل لا معلش علي صوتك عشان اسمعك هنا ما هو احنا لو هو نون لينير سكيل يعني في علاقه ما بين الثيتا ريفليكشن وبين الاكس خلاص يعني العلاقه مش لينير فمعناها ان عند النص السكيل بتاعي مش شايف هنا كام شايف النص شايف النص فعمر ما دي هتساوي ضعف يعني لو كانت الفول سكيل ب 100 عمرها ما كانت سكيل تكون بكام؟ 50 ليه؟ لان هو نان لينير ممكن تطلع 60 ممكن تطلع 70 حسب العلاقه بين الديفليكشن وبين مين؟ وبين الكوانتيتي دايناميكس تمام؟ طيب في برضه شويه ديفينيشنز تساعدني في الميجرمنت بتاعتي اللي كنت فاهمها خلاص؟ زي اللي بتروح تشتري جهاز تلاقي بتتكلم عليه كيرسي. الكيرسي دي الدكتور خلاص يقول لك عشان الجهاز دقته عاليه جدا خلاص الدقه دي هو عكس الايرور يعني لما اطلع قرايه على مثلا انا جيت اقيس 100 فولت وانا عارف ان انا بقيس بالظبط 100 فولت جيت حطيت الديفايس اللي انا اشتريته من عند الراجل قيسته لقيت كام؟ 99 يعني في ايرور كام؟ 1% خلاص ده معناه ان درجه القراءه بتاعتك قد ايه؟ 99% اي قيمه هقيسها هيكون منها هيكون في ايرور قد ايه؟ 1% خلاص او ان درجه القراءه بتاعتك كام؟ 99% فدايما الاكيورسي هو عكس مين؟ او مطروح الايرور يعني يعني اقول الدقه بتاعتي 99% فده معناه ان الايرور بتاعي كام؟ 1% او لو قلنا عندي ايرور مثلا 5% فده معناه ان الدقه بتاعتي كام؟ 95% خلاص فده برضه من الحاجات المهمه جدا ان انا لما اختار الفايس اللي انا عايز ليه لازم اختاره ودقه عاليه طبعا كل حاجه ايه بتمنها انت ممكن حاجه تروح تشتري في السوق ايفر خلاص ميتر عشان تقيس بيه تلاقي واحد ب 150 جنيه واحد ب 3000 جنيه خلاص قيس الاختلاف ده ممكن يكون الاكيرس بتاعته تعبانه جدا واحد الاكيرس بتاعته مالها طفيل خلاص فرق قيمه بالظبط خلاص فده اختلافات في الايه؟ في اجهزه القياس نفسه لازم ان انا ابص كويس؟ طيب انا بقى بدور عندي الايرور ده زي ما انا قلت لك انا حاطط فولت 100 جيت قسته بالديفايس بتاعي لقيت كام؟ 99 فولت لازم اخلي على حته ايه؟ ايه اللي انا قسته؟ انا قست الفولت طلع كام؟ 99 يعني ده كده ايه؟ ميجر فاليو دي قيمه منقصه خلاص بس اكزاكت لكن القيمه اللي انا حاططها فعلا في الدايره كام؟ 100 انا لازم افرق بين حاجتين ايه هي الاكزاكت فاليو وايه هي الميجر فاليو ساعات بنقول عليها عشان تعرف كل الالفاظ اللي موجوده ما تقولش اكزاكت تقول ترو الترو فاليو الترو فاليو او الاكزاكت فاليو دي بتبقى ايه؟ لان انا عارف بالظبط لو حاطط بطاريه عارف ان البطاريه دي 10 فولت خلاص فانا ايه؟ متاكد من الحاجه اللي انا حاططها بس لما جيت قست البطاريه دي بالفولتميتر الفولتميتر طلع لي كام؟ 9.5 خلاص انا كده في عندي ايه؟ الميجر والقيمه خلاص فده بسميها الميجر او برضه ليها اسم ثاني اسمه الريدنج او الريد فاليو القيمه المنقصه او الريد لما تسمع التسليم كله لازم تبقى ايه؟ تبقى مفرق بين الاكزاكت والترو والميجر او ايه؟ او الريت. الايرور بقى هو مين؟ هو الفرق بين الاثنين. فرق الريت ناقص الترو. لازم ناخد بالنا من الحته دي. مين بقى مين؟ الميجر اللي انا بقيسه ناقص قيمه حقيقيه. عشان في ساعات الايرور يبقى بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. خلاص؟ لما يطلب منك بقى الابسيوت ايرور يعني ايه انا مش عايز بقى لا اشاره رساله ولا بوجه انا عايز كام؟ 60 انا
ايرور، وكمان ثالث حاجه اللي هو مين؟ برسنتج. لو طلب مني الايرور كبرسنتج، برسنتج اروح اقسم على مين؟ بعد ما حسبت الايرور ده بس ده اروح اقسم على الترو او الاكزاكت بتاعي واضربه في 100 عشان احسبه بايه؟ بس خلاص؟ في مش فاهم هذا الكلام؟ تحت كده اتعلمنا ازاي نحسب الايرور بالقراءه بتاعتي. حتى جهاز لو في مشكله اقدر اطلع الايرور قد ايه، نسبته قد ايه، وازاي ان انا احسب سواء السبير ايرور او ايرور بس او البرسنتج. طيب هناخد مثال كده صغير عشان نخصص الايرورز دي ازاي نحسب الايرور. ان انا حطيت في ميتر لو انترنال ريزيستنس اسمها ار،
بين الاثنين بس. بالنسبه لي الدائره بتاعتنا اللي بالنسبه لي هو خط اميتر ال سيريز مع الريزستنس عشان يجي سكوير. واحنا اتفقنا ان اي فايس حط في الدائره بتاعته كله الترنال ريزستنس اسمها لو هو اميتر اسمها بار اي. فلو انا اصلا مش حاطط بار اي قد ايه قيمه التيار اللي انا بقيسها؟ كنت تقدر تسوي كده؟ يعني كبير قوي على مين؟ على الارض صح؟ يبقى انا دلوقتي ده اسمه مين؟ ده ايه؟ ده الاكزاكت او الترو. الترو كارت كارت فعلي كان في على الارض بس نتيجه ان انا حطيت اميتر من سيريز فالقيمه الميجر للفاليو الميجر او الريل فاليو القيمه اللي انا الجهاز ده الاميتر هيبقى عالي هو في انترنال ريزيستنس اسمها ايه؟ مالها؟ سيريز مع مين؟ يبقى هو شايف اصلا مين؟ دي على ار بلس ار اي. الفرق ما بين الاثنين دول هو ده مين؟ الايرور. يبقى الايرور بتاعي عباره عن مين؟ في السلايد اللي فاتت؟ مين؟ مين؟ ار ريد ناقص اصغر من الانسكت فاليو نتيجه ان في ريزيستنس في
مع العوار هي اللي كانت بتعمل والمعوار. طيب الايرور بتاعي او برسنتج ايرور هل بيعتمد على السورس؟ بيعتمد على ايه؟ يعني انا احط البطاريه هنا 10 فولت، واحد صاحبي تاني ده حط البطاريه دي فوق، هل البرسنتج ايرور بيختلف؟ لا، البرسنتج ايرور يا شباب بيعتمد على مين؟ على الار ايه اللي هي الانترنال ريزيستنس بتاع البطاريه، وعلى مين؟ وعلى الريزيستنس اصلا من الناس. بس انت اعتمدت على حاجه تاني؟ مالهاش دعوه بالبطاريه، البطاريه كبيره وبطاريه صغيره مش هتبص لنا. يبقى كده البرسنتج ايرور ديبند على الار ومين؟ الار ايه. كل ما كانت الار كبيره والار ايه صغيره كل ما كانت البرسنتج ايرور بتاع ماله يكون اصغر. خلاص؟ طبعا العلاقه دي هي جنرال لان المقاول بقيسها استخدام الايه؟ لازم الايرور بتاعي يبقى ايه؟ نفس حاجه الشغل. خلاص؟ طبعا ان شاء الله ممكن في السكشن بقى ان شاء الله هتاخد بقى الاول بدل الثاني ايه؟ بالطريقه أنا برضه هيبقى نفس القصة ولا هتكون قصة مختلفة. خلاص هي دي كده المسائل اللي إيه؟ بتاعت الشمال. طيب آخر بقى حاجة في المواضيع اللي إحنا بنتكلم فيها في الإيرور موضوع مهم أوي، إن الحياة العملية في الفراكس بتاعي لازم أبقى فاهم وأنا بشتري الديفايس بقول لك بشتري جهاز بقول لك إن هو الجهاز ده القطة بتاعته عالية جدا. يعني الإيرور بتاعه عالي. بس لازم ابقى فاهم هو ايه الايرور ده بيتحسب من ايه بالظبط. في ثلاث طرق او ثلاث انواع لحساب الايرور ده. في اجهزه بتحسب البرسنتج ايرور من الفول سكيل ريدنج، يعني الايرور مثلا بتاعك 1%، بس 1% من كام؟ من فول ريدنج. يعني لو انا بقيس المؤشر بتاعي مثلا، نرجع تاني لقيمه المؤشر، بيقيس من صفر ل 100 فولت، فتلاقي كاتب لك على الجهاز ان الايرور بتاعك 1%. خلاص؟ بس 1% منين؟ من الفول سكيل، يعني 1 على 100 في كام؟ يعني كام فولت؟ يعني انا عندي ايرور كام؟ 1 فولت. ده لو هو بيعبر عن البرسنتج ايرور من مين؟ من الفول سكيل. في طريقه ثانيه ان احنا نعبر عن الايرور بتاعي بالنسبه للسبين. السبين ده اللي هو المدى، يعني هو بيقيس من كام لكام؟ صفر مين؟ ولا بيقيس من صفر الهاش؟ ممكن لو الايرور بتاعي 1% بس هو بيقيس رينج كبير فمش هحس بالايرور، لكن لو الرينج بتاعه صغير لا الايرور هيبقى مش كده. خلاص؟ ففي ناس بتحسب بالسبين. السبين يعني ايه؟ ديفرنس بين فول سكيل مين والمينيمم سكيل دلتا في هي 100 ناقص كام؟ ناقص 0 ضرب الايرور اللي هو 1 على 100 واخد كام؟ 1. خلاص؟ هو كده حسب مين؟ من المدى بتاع ايه؟ السكيل. اخر حاجه ان هو يكون برسنتج الاكشوال ريدنج، يعني لما حضرتك تحط على الجهاز ده فولت وقاس مثلا 25 فولت، فالايرور اللي هو 1% ده منين؟ من 25، يعني 25 في 1 على كام؟ على 100. خلاص؟ يطلع لي مين؟ يطلع لي قيمه الايرور اللي موجوده عندي. فلازم ابقى وانا شغال في المساله يكون هو موضح لي في المساله هو انا واخد الايرور ده منين؟ من الفول سكيل، من السكيل بتاعي، من الريدنج نفسه. دايما اكزامبل كده بسيط عشان نفرق بين الثلاثه. هنا بيديلك ديفايس بيقيس تمبرتشر سنسور حساس بيقيس درجه الحراره بيقيس الرينج بتاعه من كام؟ من 20 ل 250. خلاص؟ فده الايه؟ المدى بتاعه من 20 لكام؟ 250. هستخدمه عشان يقيس درجه الحراره كام؟ 55. ده الحاجه اللي انا هحسبها. تمام؟ عايز نحسب الاكسبكتد رينج بتاعي. خلاص؟ يعني القيمه اللي انا بقيسها دي الرينج بتاعها كام؟ اقل قيمه واكبر قيمه. لو كان الانسرتينتي او الايرور بتاعي ديفاين مره من الفول سكيل ومره من السبين ومره من الريدنج. خلاص؟ واحده واحده. الاول كده لو هو من الفول سكيل، الفول سكيل هنا بكام؟
50 الرينج الثاني من 20 كام؟ 50. فالراجل قال له الايرور كام؟ موجب لو سالب 0.5 برسنتج للفول سكيل. يعني كام؟ موجب لو سالب 0.5 على 100 فول سكيل كام؟ 50. طلع فين مين؟ فهمت الايرور. انا عايز الناس اللي على الايرور تشتغل عشان تطلع النتائج. هيجي بقى في الدور. طلع. انا معاك. كده لو طلعت 100 المدى بتاعي هتقفل قيمه موجب وقيمه سالب. انا البنج بتاعي الاولاني في الكيس الاول له قيمه اكبر وقيمه اصغر. 1.25 واحد موجب وسالب 1.25 يعني معناها ان القيمه اللي انا لابسها اللي كانت بقى عندي 55 خلاص 55 ناقص 1.25 كام؟ 55 ناقص 1.25 كام؟ 53.75 أو إن القيمة تبقى إيه؟ أكبر من كده 55 زائد 1.25 56 القيمة اللي بقى اسمها 55 لو الديفايند ايرور 0.5 من فول سكيل فده معناه ان القيمه ال 55 تتراوح ما بين كام وكام؟ 53 و3 ارباع 56. طيب لو في الكيس الثانيه دي الايرور 57.75% بس منين؟ من الاستيم بتاعي. حلو قوي. من الاستيم بتاعي يعني معناها ان الايرور موجب وسالب 0.75 على 100 في كام؟ 250 ناقص 20 تطلع بكام؟ 1.75 ده معناه ان ال 55 اللي بقيسها لو طرحت منها 1.75 يبقى كام؟ 53.57 ولو زودتها 56.7 كده لو بقيت القيمه والايرور بتاعي 0.75 من ستين يطلع ايه؟ يطلع الشكل ده. الكيس الاخير ان الايرور بتاعي كان 0.8 من الريل موجب او سالب 0.8 من الريل يعني الايرور موجب او سالب 0.8 على 100 ريدي بكام؟ 55 خلاص 44 من 100 موجب او سالب ده معناه ان الريدي بتاعي 55 بكام؟ 56.5 و 56 من 4 دكتور معلش بس وانا كمان لا سالب لا اصلا راح تاني سالب هنا تحت القصه مش عارف ايه انا طلعت انا طرحتها هنا طرحت ال 55 اللي قيمه خلاص حصلت ايه؟ حطيتها في مره واحده تمام؟ مش ده كده؟ ده كده لو انا بتكلم عن نوع الايرور بتاعي اللي موجود فين؟ في الديفايس هل من هو من فول سكيل او من السكيل بتاعي او من المالي تمام؟ ده امثله اهو زي الحاجات اللي احنا بنقولها خلاص الارقام نسالك بقى بعد ما انت طلعت كده الايرورز بتاعتك ايه افضل حاجه فيهم؟ ايه افضل حاجه في الثلاثه الاخير ايه؟ من الرينج بتاعي انا ايه؟ اصغر خلاص انا بطلع قيمه ايه؟ مور سبيسيفيك خلاص بيقول لك عيدها في الدب تاني لو درجه الحراره بقت 100 55 هل هيطلع برضه افضل حاجه هو اخر حاجه ولا لا؟ تمام؟ طيب في برضه هنا مثال تاني عندك في سنسور سنسور بيقيس برضه ايه؟ درجه الحراره بس السنسور ده بيحول الحراره لفولت
حلو؟ عشان اقيس مين؟ اقيس البوك. طيب الترانسفير فانكشن بتاع عشان تحول درجه الحراره البوك هي 5 مللي فولت كل درجه، يعني كل ما يقيس درجه يطلع كام؟ 5 مللي فولت. حلو؟ طيب عايز تشوف لو الاكيورسي بتاعته ايه؟ 1%. خلاص؟ عايز يعرف ايه هو الرينج بتاع الترانسفير فانكشن دي؟ يكون الرينج بتاعها عشان ازاي؟ ولو انا بقيس الريتنج بتاعي 27.5 مللي فولت خلاص ده سالب من الترانسفير فانكشن بتاع السنسور. عايز اشوف الرينج بتاع مين؟ درجه الحراره تكون كام؟ اقصى حاجه بقيسها وكايه؟ اقل قيمه بقيسها. اول عندي ايه؟ عندي الترانسفير فانكشن بتاعتي بكام؟ هنا مدي لك الترانسفير فانكشن 5 مللي فولت بس سمثينج، مدي لك الاكيرسي موجب سالب 1%. يبقى انا البوسيبوليتي بتاعتي خلاص اقصى واقل حاجه كام؟ موجب سالب 1 على 100 كام؟ في 5 فكام؟ موجب سالب 0.05 مللي فولت للدجري سنتي، يعني معناها ان اقل حاجه تطلع 5 ناقص 0.05 تطلع كام؟ 4.95 واقصى حاجه 5.05 مللي فولت. كده مين؟ ده اول حاجه طالعه مني الرينج بتاع مين؟ بتاع الترانسفير فانكشن. بص انا تيجي الدقه بتاعت السنسور ده ممكن يقيس درجه الحراره بالترانسفير فانكشن دي او يزاد مين؟ بالترانسفير فانكشن. طيب الراجل هنا بيقول لك لو انا بصيت على الجهاز اللي قدامي لقيته قال كام؟ 13.5 مللي فولت. ده معناه ان هو كان بيقيس درجه الحراره كام؟ لو هو في الرينج الصغير دي ودرجة الحرارة تي عبارة عن مين؟ 4.9 4.95 مللي فولت خلاص. هو هنا اصلا بيقول لك القراءة بايه؟ بالملي فولت خلاص. يبقى انت هنا عشان نعكس هنا 27.5 على 4.9 تطلع درجة الحرارة كام؟ طيب نفس الكلام دي مينيموم نفس القيمه اللي شفتها على الجهاز بس مسموح على نفس الفانكشن كام؟ 5.05 5.05. انا ايه هي القيم بتاعت التمبريتشر اللي انا ممكن اشوفها تيجي في الايرور الكيرس بتاعت السنسور نفسه ممكن يشوف درجه الحراره 5.6 او 5.45 خلاص. ده لو ايه؟ لو حصل عندي زي ما قلت لك ان في ايرور او الكيرس بتاعت الديفايس نفسه اللي هو السنسور في ايه؟ في مشكله خلاص. لو في ايه؟ بس ماشي معلش هقول لك ايه؟ احنا هنا قلت لك الترانسفير فانكشن بتاع السنسور السنسور ده نفسه في ايه؟ في اكيرسي خلاص. في ايرور الايرور بتاعه قد ايه؟ 1% خلاص. الايرور ده 1% فمعناه ان اقصى ترانسفير فانكشن عندي هي كام؟ 5.5 مللي فولت بالدجري سنتيمتر. واقل ترانسفير فانكشن عندي هي 4.95 مللي فولت بالايه؟ بالسنتيمتر. الراجل بيقول لك انه بص على الجهاز لقى ان بيدي لك الفولت هو السنسور ده بيعمل ايه؟ بيحول درجه الحراره لفولت. لا الفولت كام؟ 27.5. فده معناه ان هو بيقيس درجه الحراره كام؟ المفروض ان احنا بنقيس الفولت على بنقسم الفولت على الترانسفير فانكشن. بس يا ترى الترانسفير فانكشن دي ولا دي ولا دي؟ المفروض ان في الحاله الطبيعيه هيسمع دي على ده. لكن نتيجه ان في ايرور
انا هجربه مره على ده مره على ده عشان هيطلع لي هنا في ايه؟ تنزل بالدرجه دي. خلاص؟ في حد عنده سؤال في حاجه؟ طيب ده شويه بقى حاجات نظري كده تكمله يعني لقصه الايرور عشان كده خلصنا كل الايرورز. احنا الايرور ممكن يطلع عندنا نتيجه اسباب كتير قوي. هنا ده ايرور نتيجه القياس. يعني انت ك ادم معاك الفولتميتر او الميتر ولا اتفضل يا باشمهندس اس دي الفولت. انت ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه ممكن تختار الديفايس الغلط. الافوميتر هو جهاز واحد مش عارف تستخدمه الافو ولا لا. الافوميتر ده المفروض هو جهاز بيقيس التيار ويقيس الجهد ويقيس الريزستنس. ست اربع حاجات عن طريق في سيلكت سويتش كده تبدا ايه تقلب لغايه ما توصل لحاجه انت عايز تحسبها. فممكن حضرتك اقول لك اسم الفولت تقوم انت تروح تظبطه على ايه؟ على الطياره. فانت كده بتقيس ايه؟ بالظبط. خلاص؟ انا كده اول مشكله عندي انت ايه؟ انت كمستخدم ممكن تستخدم ديفايس غلط. او ان انت حضرتك تعمل كونكشن غلط. اتفقنا موصل عشان يقيس الجهد موصل للمميت سيت ولا بارل؟ بارل. ممكن بقى واحد كده باشمهندس شاطر يروح يوصله بايه؟ سيت. خلاص؟ تعمل قفل الحمد لله. فدي برضه ايه؟ مشكله. ممكن ان انت تختار السكيل الغلط. يعني ايه؟ يعني جوه الافوميتر الواحد بيبقى فيه مالتي سكيلز. يعني مثلا رينج من 0 ل 10، واحد تاني يقيس من 0 ل 100، واحد تاني يقيس من 0 ل 1000. فانت مثلا معاك جهد مثلا يعني 90 فولت. هل ينفع ان انت تقيس 90 فولت على رينج من 0 ل 10؟ كده خلاص؟ فده برضه لازم انت تختار ايه؟ السكيل الصح بتاعك. تمام؟ تالت حاجه بقى ان حضرتك كنت بتقرا اصلا تقرا غلط. خلاص؟ انت ازاي تقرا اصلا من الديفايس ده؟ هتتعلم قبل كده تقرا من الديفايس ده؟ طيب الديفايس ده بتعمل ايه؟ لما تحط الديفايس قدامك خلاص؟ خلاص 90 درجه تمام؟ بص عليه عمود خلاص؟ عشان حضرتك واقف كده تلاقي المشروع رايح كده شويه. حضرتك واقف كده تلاقي المشروع رايح كده شويه. خلاص؟ ده عشان حضرتك لما تيجي تقرا تقرا ايه؟ تقرا خلاص؟ طيب في كمان بقى حاجه اسمها السنسيتك ايرور. ايه السنسيتك ايرور ده؟ السنسيتك ايرور ان يبقى في تغير في البرامج بتاعت البدايه نفسها من جوه. اديك مثال بسيط قوي عشان نفهم القصه دي. بعيد خالص عن المدى. حضرتك لو انت رحت عند بياع الفاكهه خلاص تلاقي قدامه زاد. حلو؟ راجل بيعمل ايه؟ هو حاطط كفتين زاد. حاطط واحد على قلب الموازين وواحد بيحط فيه حاجه اشتريتها عشان ايه؟ توزن. لو لا قدر الله الكفه بتاعت الميزان دي حصل فيها مشكله. والراجل ده فتح لها بقى في جنب في كفه وجنب تاني مفيش فيه كفه. هل كده كده بتوزن صح؟ لا. طب عشان الراجل ده يظبط الدنيا عنده يعمل يعني ايه؟ لازم يعمل ما يسمى كاليبريشن. كلمة صعبة. ايه الكاليبريشن ده؟ تلاقي كده في بياع كده شاطر يروح يجيب ايه؟ حاجة كيس كده يحط فيه شوية تقلات توازن قيمة مين؟ قيمة الكفة ناحية تانية عشان يبقى ايه؟ في حالة إن أنت مش قايس حاجة خالص مش حاطط أي حاجة على الكفتين، الكفتين مالهم؟ قد بعض. خلاص؟ فده كده استطاع الناس عمل ايه؟ عمل كاليبريشن. خلاص؟ فده اللي احنا بنعمله هنا. ان انت ممكن يكون في باراميتر جوه الديفايس بتاعك بيدي لك ايرور، انت بتقيس جهد بصفر بس هو بيطلع لك قيمه كام؟ خمسه. ازاي؟ انا قايس صفر، انا متاكد ان انا حاطط صفر، فازاي قايس خمسه؟ فتلاقي ان في اصلا حاجه جوه بتعمل ايه؟ بتزود القيمه اللي عندك. لازم انت تروح تعمل ايه؟ كاليبريشن. لازم تعمل معاينه اسمها ايه؟ احنا بالعربي كده معاينه، انت بتعاين. خلاص؟ كده ممكن خطا من الاخطاء اللي انت مش عارف الجهاز اللي انت بتقيس بيه فجاه ايه طلع لك ايه؟ ايه ده؟ يا عم انا حاطط قيمه صفر اللي انت بتقيسه ده فده اسمه ايه؟ اسمه سنسيتك ايرور. تمام؟ او طبعا يكون اتعرض يعني جهاز مثلا بقى له 15 16 سنه ولا حاجه اعرف بقى العوامل الجويه ميه ضباب حد خبطه شمال خبطه يمين فده طبيعي لازم يطلع ايه؟ يطلع خلاص؟ الجهاز مثلا شغال خبط عليه كده عشان يشتغل خلاص سيبته كده لوحده تلاقيه بيخبط ده طبعا ايه؟ ده بيبقى ايرورز اسمها سيستم.
او ان يبقى في رنه كيروتيك. فجاه شغال الجهاز وفجاه تنزل زي ما طلع اللي حصل ده كده بنسميه رنه كيروتيك، ده مش حاجه انت تعملها. خلاص لازم تقيس اكتر من مره. يعني حتى في علم الميجرمنت يا شباب ان لما تيجي تقيس اي فاليو ما تقيسهاش مره واحده، قيسها اكتر من مره، ولو تعرف تقيسها اكتر من جهاز قيسها عشان ايه؟ تتاكد ان هي صح. تمام؟ طيب اخر بقى حاجه هنحل مسالتين مع بعض، دول مسائل الشيل. خلاص؟ يعني بدل ما هتدق على الباشمهندس في الشيل كتير هنحل معاكم مساله او مسالتين. لو انتوا عايزين مش عايزين ممكن نمشي. عايزين؟ المسألة بتاعتنا بس نسترجع. دي مسألة رقم 8 في الشيل. بس بيقول لك عندك فوتوميتر له لينير سكيل، الحمد لله راجل ايه؟ لينير سكيل. عايز يرسم السكيل بتاعه اف ذا فول سكيل كارنت. ايه الفول سكيل كارنت؟ طازه يعني. ايه الفول سكيل كارنت؟ التيار اللي بيمشي جوه البنا اللي موفي كويل عشان يدي ايه؟ الفورس وحركه العشره. جميل قوي. قيمة الفول سكيل كارنت ده اهو بالتالي هنا بقى احنا الاي فول سكيل كام؟ 10 مللي امبير. طب عندنا الهاف سكيل كام؟ 5 مين؟ اند فول سكيل ريدنج ريدنج ده اللي هو مين؟ فول تريم ايه؟ في فول سكيل وكام؟ 8 فولت. والانجل بتاع الديفليكشن في السيتا فول سكيل كام؟ 60 درجة. طيب بقول لك اف فور سام ريزون نتيجة سيبته فترة جهاز حصل فيه مشكلة الكونسبت اوف في البروبشناليتي خلاص العلاقة للتوب ديفليكشن ريدنج بتاعك حصل فيها انكريزنج 20%. هو ايه سبب التناسب ده؟ عشان انا فاهم ان في علاقة تربط الريدنج بالديفليكشن بتاعك. يعني السيتا بروبشنال مين؟ بالفوق. هو الراجل ده في اول مساله ايه؟ ريدنج لاقى ايه؟ ريدنج. فيبقى السيتا بتساوي ايه؟ بروبوشنال في، يعني بتساوي السيتا بتساوي كي في الفي. مين كده؟ بتساوي التناسب بتاع الكوشن. السالب ده نتيجه ما اتغير. هو زاد قيمه قد ايه؟ قال لك مثلا كانت 20%. يعني زاد 20% يعني القيمه الاداله بتاعتي بقى زادت 20%. يعني لو كانت 10 كانت 10 خلاص زادت 10 زادت 20%. خلاص فيبقى كده بقول ايه؟ 1.2 في ايه؟ خلاص زاد 20% يبقى فوق ال 100% زاد كام؟ 20 يعني 120%. يعني 120 على 100 كام؟ 1.2. ايه بقى اللي انا عايز اقوله في المساله؟ عايز يحسب الابسوليوت والبرسنتج ايرور في قراءه الفولتميتر بس عند مين؟ الفول والهاف والكوارتر. الفول والنص والربع. جميل. نحسب الاول الفول. الاول العلاقه القديمه. احنا العلاقه هنقول ايه؟ انا عندي مين؟ سيتا عن الفل وايه؟ بس ده مين؟ القديم. فانا ممكن انا اطلع منهم ايه؟ بالظبط اقدر اطلع الكي بوند بيساوي كام؟ سيتا فول سكيل على في فول سكيل اللي هو كام؟ 60 على 100. طيب معناها ان الجهاز بتاعي
الفول سكيل ديفليشن هيديني ريتنج بكام؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف ال V فول سكيل نيو بكام؟ نفس الريليشن مش السيتا بتساوي ايه؟ ايه نيو في ال V؟ يبقى ال V فول سكيل نيو عن السيتا فول سكيل اللي هي بكام؟ 60 يبقى ال V فول سكيل نيو بيساوي 60 على كام؟ 0.72 اطلع كان شايف الفول سكيل فولتج كام؟ 100 نتيجه تغيير قيمه الكونستنت بتاع الشنالات بتاعتي من 0.6 الى 0.72 خلى القيمه بتاعت الفول سكيل الجديده بقت 83 فكده الايرور بتاعي كام؟ الايرور هتكون ايه؟ اللي انا قسته بلس ناقص ايه؟ كام؟ على 25 في 100 بيطلع برضه كام؟
16 وال 7 ايه الحاجه اللي انت هتختارها؟ نفس البرسنتج ايرور بتاعي. يبقى البرسنتج ايرور سواء كان انا بقيس فول سكيل اوف سكيل بارتر سكيل ات ان سكيل نتيجه تغير الكيف البروبوشناليتي بتاعتي ادى الى ان يتغير لان البرسنتج ايرور في كل الكيس تكون الاكس فول سكيل يو سير
وجود سيتا على مين؟ على الكيمياء. هي بتساوي روت سيتا فول سكيل بكام؟ ها؟ 100. والكيب كام؟ 1.2. جذب مين على 1.2؟ 9.1. كده هي كانت هنا كام؟ الابسوليوت ايرور بتاعك كام؟ الابسوليوت ايرور في فول سكيل ات فول سكيل يساوي كام؟ 0.87 يونت. يعني برسنتج ايرور روح اقسم 0.87 على 10 وضربه في 100 اطلع 8.7 برسنتج. ده فرق عن الجزء. طب الراجل عايز يعرف كده عند مين؟ عند الثمانية. خلاص؟ عند الثمانية يعني السيتا بتاعتي بكام؟ لازم نعرف بقى ايه؟ قيمة السيتا. خلاص؟ طيب السيتا هنا في الأولد. السيتا كانت بتساوي كام؟ كي اكس سكوير. خلاص؟ أنا ات اكس بكام؟ بتمانية. بس ده عند مين؟ اولد كونديشن. السيتا بكام؟ السيتا تساوي واحد في كام؟ تمانية. تمانية تطلع بكام؟ المفروض ان السيتا عند التمانية اكشولي بكام؟ 14. خلاص؟ طيب ات النيو سكيل ايه اللي حصل؟ ان السيتا بقت بتساوي كي نيو في ايه؟ سكوير. يبقى الاكس عند الثمانية بتساوي جذر سيتا عند الثمانية بتساوي على مين؟ كيلو. سيتا عند الثمانية بكام اصلا؟ 64. على كيلو كام؟ 1.2. يبقى 64 على 1.2 كام؟ 7.3 كيلو. 7.3 يونت. ابسوليوت ايرور يساوي كام؟ ده ناقص 8 يطلع كام؟ 0.7 يونت. لو حضرتك حسبت الايرور 0.7 على 8 تطلع كام؟ 8.7. طيب لو جينا حسبناها تاني عند الخمسه نفس السكت عند الخمسة نعمل ايه؟ نروح الاول قديم مصر احسب اف اكس بخمسة يونت. يبقى الثيتا بكام؟ واحد خمسة تربيع بكام؟ 25 درجة. طيب يبقى الاكس الجديدة اكس يو 4.5 كذا كام؟ 25 على 1.2 تطلع بكام؟ 4.56. الابسوليوت ايرور كام؟ نفرح بقى ده من ده 0.436. برسنتج ايرور ايش بتاع الخمسة تطلع كام؟ 8.7 وهكذا. برضه ايه اللي لاحظناه؟ ان البرسنتج ايرور ماله؟ برضه اذا سيب سواء كان السكيل بتاعي لينير او نان لينير الاثنين هيدوني مين؟ هيدوني اذا سيب برسنتج ايرور. يبقى تغير البروبوشناليتي بتاعتي في اللينير او في النان لينير سكيل هيديني اذا سيب برسنتج ايرور ات اي سكيل. ربع نص دوم اي حاجه دي نفس ايه؟ نفس خلاص؟ مش فاهم هذا الكلام؟ فاحنا المره في المحاضره اتعلمنا ايه انواع الايرور؟ ازاي اقدر احسب الايرور؟ ما بين قيمه جديده وقيمه قديمه، السكيل لينير سكيل نون لينير والاكيرسي والايرور كل القصه بتاعتي. تمام؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبدا ناخد اول ديفايس من الديفايسز وقياس الجهد.